طيب، من الفنان احمد شاكر للكينج محمد منير. كينج المنرجيه. كينج محمد منير كان عامل حفله حلوه جدا ضمن السهرات الرمضانيه اللي بتحييها دار الاوبرا، وقدم مجموعه من اجمل اغنيات واللي كلنا بنحبها. كمان قدم مجموعه من الاغاني الوطنيه زي يا عروسه النيل والكون كله بيدور وبكره لينا، وده بمناسبه احتفالات ذكرى العاشر من رمضان واعياد تحرير سيناء. قال كينج محمد منير انه مبسوط جدا بعوده النشاط الفني والثقافي مره ثانيه مع اتخاذ دار الاوبرا كل الاجراءات الوقائيه من فيروس كورونا. تواصل دار الأوبرا المصرية في عرض أنشطتها المختلفة وحفلاتها الفنية والموسيقية وسهراتها الرمضانية من خلال عدد من كبار الفنانين، حيث أحيا الفنان محمد منير حفلا غنائيا قدم فيه عددا من الأغاني الوطنية بمناسبة احتفالات ذكرى العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء، منها يا عروسة النيل يا مصرنا والكون كله بيدور، كما قدم أغنية فجرك يا فلسطين تضامنا مع شعب وأرض فلسطين المحتلة. نصبحكم بالخير يا العمارة العمارة، وجينا نمسيهم بالخير يا العمارة العمارة، وجينا نصبحكم بالخير يا العمارة العمارة، وجينا نمسيهم بالخير يا العمارة العمارة. وأعرب منير عن سعادته بعودة ومواصلة النشاط الفني والثقافي مع اتخاذ دار الأوبرا المصرية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكداً على حرص وزارة الثقافة على تقديم فنون الموسيقى الحديثة والمتطورة بجانب الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة وصالونات الثقافة والتي تستقبل نجوم مصر والوطن العربي تباعاً بدار الأوبرا. وأكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا على دعم الحفلات الفنية بكبار النجوم والفرق الموسيقية والكلاسيكية والشبابية، حيث يتم الإعلان شهرياً عن جدول الحفلات. وأوضح صابر بأن دار الأوبرا توفر حجز حفلاتها المختلفة إلكترونياً تيسيراً على الجمهور العريض ورواد الأوبرا المصرية.